السلام عليكم الإخوان، ومرحبا بكم وتحياتي للجميع في ديرنيير مينيت الكانتي اللي غادي يكون في أوتاي. بالنسبة للخيول اللي غتكون مرشحة، يعني غتكون فافورية ملعوبة بزاف، الأربعة الأولين ديالنا غيكون جوج، وغيكون رقم 11 حتى هو غيكون ملعوب، وغيكون السبعة، غادي يكون السبعة، يعني غيكون جوج و11 هما لي دو برومي، هما الجوج الأولين، وغادي يكون السبعة وستة هو بالنسبة للتروازيام والكاتريام فافوري، غيكون جوي بواسناغ مادموزيل صوفيا باكو 7-6. سانكيام غيدخل نيميروز رقم واحد، كين كات 6-1 تا هو غيكون من الخيول المرشحة، يعني سانكيام سيزيام ساتيام. ساتيام غيكون بونابارت سيزينغ رقم ثلاثة، والويتيام فافوري غيكون الكنز نوت داي ملي في ميل ديال لاكورس، وغيكون عندنا داك الناف ديال ايروان غرال من موراهم. غادي يدخل لهلسنكي نو ليميت العود اللي جاي لنا في 2022 ديال يانيك فوان، من موراها غادي يدخل ديابل دو توي ديال 14 توماس ديال توماس بوشي المدرب، من الخيول اللي كتكون ضعيفة الإخوان صراحة من هاد لونترينور، ولكن ربما لأنه عنده واحد التجربة في التيران. كاين السايز هنا غادي ندخلو عند لي زوت سايدر اللي غيكونوا طالعين شي شوية في الكوطاج، كاين رقم خمسة رقم 13 كينغ اوف الرين، رقم 8 فري لورد دونجو دو كازارياني، ميسي مالايا ديال دايلين يبدا، ماتيو بيتاخ هو المدرب ديال اللي غيكون غادي في 32 من اغلى الخيول ديال لاكورس. عندك 13 كينغ اوف الرين، وكاين رقم 5 تا هو غيكون 30 32 32. هادو هما لي غران اوتسايدر ديال لاكورس 5 13 8 12. كما كيعرف الجميع هنايا الاخوان، لوجيك الاخوان راه يقدر يطلع عود او لا جوج اللي بغى، يعني انا المهم الكاط، انا راه ما عنديش الكاط وما عنديش الان وما عنديش الطروه، هادو خيول انا ما عنديش، يعني الطروة هو الكات هو اللاص. الخيول اللي ما عنديش هنا، ما عنديش العشرة، ما عنديش التمنية، هذا هو اللي انا ممكن نحيده. الخيول اللي كتبقى مشكوكة هي 12 مشكوكة في امرها، يعني الكاتورز والطريز والسيس هما لي زوت سايدر ديال لاكورس 6، ولكن السيس ما غيكونش في التوكار، هذا هو الاشكال ديال هاد العود، السيس غيكون بالخيول الفافورية. بالنسبة للاختيارات ديالنا هما هادو كما كتشوفو، الأربعة الأولين هي 7-6-2-11، 7-6-2-11 هادو هما لي كاطر برومي ديال لي فافوري، دونك غادي يطلعو جوج تما، أكيد غادي يطلعو جوج، إلا كان جوج الإخوان راه غيجيب معاه ستة ولا سبعة، غادي يجيب معاه ستة أولا سبعة. وغادي نجيو دو شوفو ما بين ناف 13 14، تروا شوفو ناف 13 14 15 5، هذا ما كان الخوت. شوف اللي كنشوف انا، راه 13 14 راه واحد فيهم خصو يكون دون لي 5 برومي، فورك وبا تكون الفيميل الوحيده اللي مزيانه هي الكنز، تخرجوا لينا أربعة، دونك جوج ستة جوج سبعة هي اللي كنشوف فيها، جوج ستة جوج سبعة عاود ما بين 13 14 والكنز إكس ناف 5، هذا هو اللي بان ليا الخوت. تحياتي لكم، خلينا لكم الراحة ومع السلامة، فيديو قادم بإذن الله.